عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذا التفسير الجديد. تفسير هذا الفيديو هو حول رؤية السلحفاة في المنام. كثيرا من يرون في منامهم سلحفاة في المنام، ربما يجدها في طريقه، وربما هناك من يراها وهي في البحر، وربما هناك من يراها وهي في بيته، وهناك من يراها أيضا على فراشه. قد يختلف تفسير رؤية السلحفاة من شخص إلى آخر. كيف ذلك؟ ربما يختلف حسب الحالة وحسب المكان والزمان وحسب الجنس أيضا. أي الرجل لها تفسير، إذا كان رجلا رأى هذه المنام له تفسير، وبالنسبة للمرأة أيضا لها تفسير. ومن المرأة تتفرق إلى عدد الأشياء الأخرى، منها المتزوجة والحامل والعزباء. إذن سنقوم بحوصلة ما تقول إليه السلحفاة في المنام حسب هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة. إذا نبدأ بالرجل. الرجل إذا رأى في منامه سلحفاة، هذا يدل على أنه رجل عابد زاهد في دين الله، حتى وإن كانت له بعض الأخطاء والمعاصي فكلنا خطأون. فربما الله سبحانه وتعالى أرسل له هذا المنام لكي ينبهه ويريده أن يتوب ويعود إلى الطريق الصحيح. أيضا الرجل إذا رأى في منامه أنه امتلك سلحفاة، أو ربما أكل من السلحفاة أو من لحمها أيضا، أو دخلت بيته أو يربيها في بيته، فهذا يدل على رجل صالح، رجل متدين ملتزم، سيأتيك منه خير كبير جدا. ربما نسبة 90% من هذا التفسير يدل على أن هذا الشخص سوف يزوجك ابنته أو أخته أو غير ذلك. المهم ستكون لك صلة نسب، وتكون هذه الزوجة إنسانة منضبطة ملتزمة محترمة لزوجها، وتعطيه جميع حقوقه، وتخاف الله في زوجها. هذا حوصلة رؤية السلحفاة للرجل. ولكن هناك شيء آخر، ربما تدل السلحفاة في المنام إذا رآها الرجل وهي في الطريق، تدل على أن طريقه ربما سيكون يسير إذا لم تكن هناك بعض العثرات أو توقفت السلحفاة. نمر إلى المرأة. المرأة كما قلت لكم تختلف حسب الحالة. نبدأ مثلا بالعزباء. العزباء إذا رأت سلحفاة تمشي، فهذا يدل على أن زواج ربما ليس بالقريب وليس بالبعيد، متوسط المدى سيكون هناك زواج بالأفق من رجل ملتزم ومن رجل جيد جدا وسيسعدها في حياتها. أما إذا توقفت هذه السلحفاة ورأتها في منامها قد توقفت، فهذا يدل على أنه ربما ستتعثر أمور زواجها، أو لن يتم هذا الزواج، ربما تقع هناك بعض المشاكل والعراقيل إلى غير ذلك. أما إذا رأتها في بيتها فهذا يدل على خير إن شاء الله قادم لها، ورزق ربما يكون بالقريب. ولكن عموما في منام العزباء يدل على زواج أو خطبة أو غير، المهم شيء من هذا القبيل تدل على ارتباط. بالنسبة للمتزوجة إذا رأت السلحفاة في بيتها، فهذا يدل على صلاح دين زوجها، ويدل على صلاح حاله والتزامه وحبه لها وعدم خيانته، ويدل أيضا على الذرية الصالحة. هو حوصلة كما قلت لكم يدل على الذرية الصالحة في البيت، وسيسعدها هذا الزوج كثيرا ولن يتخلى عنها مهما كانت الظروف. وإذا رأتها أيضا في الطريق أو تمشي رويدا رويدا، فهذا يدل على أن أمورهم المستقبلية، أمورهم المادية والاجتماعية وغير ذلك، ستكون بخير وستحسن أمورهم. إذن رأينا العزباء كما قلت لكم والمتزوجة. نمر إلى الحامل. السلحفاة في منام الحامل تدل على المولود الذكر، تدل على مولود الذكر سيلد بإذن الله، وربما سيكون مولود بصحة جيدة ليس به أي مشاكل، وستكون ولادة يسيرة بإذن الله. كما قلت لكم حتى وإن لم تكن حامل، فإذا رأت المرأة في منامها أن السلحفاة تسير في الطريق أو في بيتها كما قلت لكم، فهذا يدل على حمل بمولود ذكر، أي تبشير من عند الله سبحانه وتعالى. لربما تكون هذه المرأة تخاف، وما أكثر أمراض هذا الزمان التي نراها اليوم من العقم خاصة لدى النساء والرجال، تخاف ربما أن يحدث حمل أو غير ذلك، فهذا تبشير من الله سبحانه وتعالى بأن يرزقها بمولود ذكر، وسيكون بصحة جيدة وملتزم وغير ذلك. المهم ستكون
كما قلت لكم ستكون ولادة يسيرة، وسيكون حياة وتكون حياة سعيدة مع زوجها وابنها إلى غير ذلك. نحوصل كل ما قلته، السلحفاة في المنام هي فاء الخير وهي بركة من الله سبحانه وتعالى يرسلها لعباده الذين يحبهم ويحبون الله. أرجو أن تعم هذه الفائدة على الجميع، وأن ينفع هذا التفسير جميع من له أي تساؤل أو من رأى سلحفاة ولم يجد لها تفسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.